السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وسعادة. اتكلمنا في الفيديو السابق عن النزلات المعوية وعرفنا أسبابها وعرفنا أعراضها وعرفنا العلامات الخطورة، وإمتى نقول إن طفلنا ده ممكن يتعالج في البيت وممكن وإمتى إن أنا لازم أروح المستشفى والطفل بتاعي يتحجز المستشفى وياخد المحاليل هناك علشان خاطر ما يدخلش مني في جفاف والموضوع يتطور الى مشكلة كبيرة. فان شاء الله نرجع للفيديو التاني السابق ونشوفه، اللي ما شافهوش ان شاء الله يستفاد ويعرف ان طفله ازاي، يعني يلحق طفله قبل ما يدخل منه في مشكلة كبيرة ويصعب علاجها بعد كده. ولان ان احنا دايما بننادي بحته اللي هي ايه، الوقايه خير من العلاج، يعني ازاي ان انا احمي طفلي من ان هو يدخل مني في نزله معويه. طبعا النزلات المعويه في الاطفال ملهاش سن معين، يعني ممكن تلاقي طفل بيرضع اصلا ودخل مني في نزله معويه ايا كان عمر بقى الطفل، خلاص. وكل ما كان عمر الطفل صغير كل ما كان التأثير والأثار السلبية بتاعت النزلة بتكون أكبر وأشد على الطفل، خلاص. وطبعا بتكون أخطر على الطفل بيرضع صناعي عن الطفل بيرضع لبن طبيعي. طيب أنا إزاي أحمي طفلي من إن هو يدخل مني في نزلة معوية؟ والله عندي في شقين. الشق الأولاني دي فيها عامل عليك في البيت أنت، وفي عامل عليك في البيت، وفي عامل تاني اللي هو عامل دوائي. العامل اللي عليك في البيت اللي هو المحافظة، لو يعني لو طفل بيرضع، يعني دايما بنادي والنادي مرة واثنين وثلاثة وعشرة ان الرضاعة الطبيعية يا جماعة دي ملهاش بديل، يعني مستحيل ان اللبن الصناعي يديني نفس القيمة الغذائية ويديني الفايدة بتاعت اللبن الطبيعي، خلاص. اذا الرضاعة الطبيعية دي يعني مفيش بديل، خلاص. يعني في اسوأ الاحوال ان احنا ممكن نقول ان الطفل ياخد لبن صناعي، خلاص. وانا اتكلمت في فيديوهات سابقة كتير قوي عن الفرق ما بين اللبن الطبيعي واللبن الصناعي والمميزات بتاعه ده والعيوب بتاعه التاني، وانا امتى ادخل لابن لبن صناعي وامتى ما ادخلش، وامتى اقول ان طفلي بيرضع الرضاعة الطبيعية ان انا برضعها له مكفية. الكلام ده انا اتكلمت عنه باستفاضة في على القناة هنا، فاللي ما سمعش الفيديوهات دي او اللي عايز يستفاد منها يرجع لها تاني، هيلاقيها موجودة وان شاء الله يستفاد. فدايما بننادي باللبن الطبيعي، الرضاعة الطبيعية من الحاجات اللي بتقي وبتحمي الطفل اصلا من النزلات المعوية، خلاص. لان حاجة جاهزة مش هنحضرها، مفيش فيها تدخل بشري، يعني مفيش اي عامل، يعني مفيش فيه احتمالية التلوث. نيجي بقى اللبن الصناعي، لا، يعني ممكن الببرونة مش نظيفة، المكان ملوث، المية ملوثة، ما اعرفش ايه وهكذا، خلاص. يعني اسباب التلوث موجودة، خلاص. او ده بالنسبة للرضاعة. طيب ما عندهاش حل تاني، هو بيرضع صناعي، انا ما عندهاش، ما في مشكله عندها او في مرض عندها او ما فيش اصلا، يعني بعض الامهات ما فيش في لبن طبيعي، لا ده موضوع تاني، خلاص. طيب ده بالنسبه للرضاعه. بالنسبه بقى للاكل، يعني في الاطفال كل ما كان عمره صغير، يعني اقل من سنه ليه اكل معين يا جماعه، يعني الجهاز الهضم بتاع الطفل ده مش زي اي طفل، يعني خلاص، يعني لسه مش ناضج بالصوره الكامله ان هو يتقبل كل انواع الاكل، فليه اكل معين ومناسب للعمر بتاعه، خلاص يا جماعة. وكل ما بيكبر كل ما بندخل نوعيات معينة، خلاص. طيب بالنسبة بقى للحاجة اللي هي ان احنا نبوس الاطفال على وشهم، وبالناس اللي بتبوس الاطفال على بقهم ليه، يعني ايه الفايدة مثلا؟ الطفل هيستفاد ايه؟ ممنوع، ممنوع ان احنا نبوس الطفل على وشه بالذات على 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 بقه، على الفم، خلاص يا جماعة، العادات السيئة بتاعت الناس دي، خلاص. طيب يبقى اول حاجة ان احنا اللبن الطبيعي. الحاجة التانية ان الاكل معين قبل عمر سنة. الحاجة الثالثة ان احنا نمنع التقبيل تماما بالنسبة للاطفال وبالذات على الفم. الحاجة الثالثة النظافة، الحاجة الرابعة النظافة يا جماعة، يعني نظافة، احنا ننظف العيال، الغسيل، غسيل الايدين، يغسل ايدي كويس، مية وصابون، الحاجات دي بتفرق، مهمة جدا بالنسبة لنا، خلاص. طيب الاكل الخارجي على قدر المستطاع نبطل نعتمد على الاكل اللي الام بتعمله في البيت، خلاص. طيب من الحاجات بقى المهمة او الحاجات المفيدة قوي 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 قوي، واللي انا بقول ان هي من الحاجات الضرورية اللي يفضل ان هي تكون كل الاطفال ياخدوها، اللي هو تطعيم الروتا فيروس. تطعيم الروتا ده من التطعيمات المهمة قوي، وللأسف مش موجود في وزارة الصحة، يعني مش بيتاخد مع التطعيمات الاجبارية،
ده هو ده تطعيم اختياري. انت كأب او كأم بتروح مثلا مركز المصل واللقاح او بتروح لدكتور الاطفال اللي انت متابعين معاه او ايا كان بقى، او صيدليه مثلا كبيره بتوفر التطعيمات دي، وتقول والله انا عايز اخد التطعيم بتاع فيروس الروتا للطفل بتاعي. طب ايه بقى تطعيم فيروس روتا ده؟ ده تطعيم فموي بالفم، خلاص. في نوعين موجودين، ايا كان بقى النوع اللي موجود، بيتاخد بالفم الاثنين، خلاص. على في نوع بيتاخد على جرعتين، وفي نوع بيتاخد على 3 جرعات، ده كويس وده كويس، خلاص. طيب تطعيم الروتا ده بيتاخد من عمر كام؟ مش قبل سن اللي هو شهرين، لازم يكون الطفل بتاعي اكتر من شهرين، خلاص. ومش بعد سن 8 شهور تاني خلاص. تطعيم الروتا مش قبل شهرين ومش بعد 8. طيب وكمان الجرعه الاولى لازم تكون قبل الشهر الرابع. الجرعه الاولى لازم تكون قبل الشهر الايه؟ الشهر الرابع، يعني من عمر شهرين لحد 4 شهور لازم اكون واخد الجرعه الاولى. الفاصل ما بين الجرعه الاولى والجرعه الثانيه من 4 إلى 8 أسابيع، خلاص يا جماعه. الفرق ما بين او الفاصل ما بين الجرعه الاولى والجرعه الثانيه حوالي كام؟ من 4 إلى 8 أسابيع. تاني، خلاص، الجرعه الاولى مش قبل شهرين ومش بعد 4 شهور، الجرعه الثانيه من بعد 4 إلى 8 أسابيع بعد الجرعه الاولى. اتفقنا؟ خلاص يا جماعه. تطعيم الروتا مطلب اساسي لكل الرضع، بيقلل حده النزله المعويه عند الاطفال، بتكون الاعراض خفيفه، حتى لو جت بتكون اعراض خفيفه، خلاص. وباذن الله بتمنع دخول الطفل في جفاف واحتياج للمحاليل والحجز في المستشفيات، خلاص. فرجاء الحاجات اللي هي الامور البسيطه اللي انا قلت عليها في الاول، ان احنا نقي اطفالنا من النزلات المعويه، الحاجات البسيطه اللي انت هتعملها في البيت، زائد تطعيم الروتا لكل الرضع، خلاص يا جماعه. دمتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.